مرحبا أصدقائي متابعي برنامج بنكبر سوا بحلقة جديدة من فقرة هل تعلم؟ اليوم مثل أي حلقة رح أقدم لكم معلومات جديدة وعامة ومفيدة من شأنها أن تكون سبباً في إغناء الثقافة العامة لكل فرد منكم. وحتى ما طول عليكم أحبابي رح نبحر مع بعض في معلومات بمجال العلوم. شو بتستنوا؟ خلونا نكتشفها مع بعض. أولاً، هل تعلم أن الجرادة تمتلك ما يقارب 900 عضلة مستقلة حيث تفوق الإنسان ب200 تقريبا؟ ثانيا، هل تعلم أن الذبابة تحرك جناحيها 32 مرة في الثانية الواحدة؟ ثالثا، هل تعلم أن الطماطم تعد من الفواكه أما الموز فيصنف من الأعشاب؟ رابعا، هل تعلم أن الفيل يشم رائحة الإنسان على بعد ما يقارب 500 متر؟ خامسا، هل تعلم أن يوري جاجارين الروسي الجنسية هو أول من صعد إلى العالم الخارجي على متن مركبة على سطح القمر في أواخر العقد السادس من القرن العشرين؟ سادسا وأخيرا، هل تعلم أن نسبة جاذبية على سطح الأرض القمر عفوا تساوي سدس أي 1/6 جاذبية الأرض؟ أصدقائي رح نبحر مع بعض بمعلومات في مجال الدين الإسلامي. أولا، هل تعلم أن سعد بن أبي وقاص هو أول من قام بإطلاق السهم في سبيل الله؟ ثانيا، هل تعلم أن سورة المجادلة هي السورة الوحيدة التي ذكر اسم الجلالة في جميع آياتها؟ ثالثا، هل تعلم أن داود عليه السلام هو أول من استعمل عبارة أما بعد؟ رابعا، هل تعلم أن القلم عفوا هو أول شيء قام الله بخلقه؟ خامسا وأخيرا، هل تعلم أن أول طبعة للمصحف الكريم في هامبورغ بألمانيا وذلك سنة 113 هجري؟ أصدقائي بتكون خلصت فقرتنا لليوم. انتظروني بلقاء جديد ومعلومات جديدة أكيد، وإن شاء الله استفدتم من حلقة اليوم. وبنهاية قولي حابة أقدم لكم خالص شكري على متابعتكم الكبيرة لفقرتي. وبالنهاية إلى اللقاء ومع السلامة في أمان الله، وبنرجع لكم جايين إلى استديو الرئيسي. مع السلامة.